صناقيد للبقيه. ازرق ازرق عشان كذا يا اخواني ازرق. بقول لكم معلومه. تفضل يا استاذ. الفريق الاصفر 8، الفريق الازرق 8، الفريق الاحمر 6. والقرار كالاتي: اللي يختار الصناديق لبقيه المجموعات ازرق هو الفريق. شوفوا مشاهدي، عطني لون بالله، عطني لون خلصوا. سمراني احسن مني، عطني لون عطني ترقب، عطني حماس. هات لا تعطيه لون. يلا يا مسلم، الله كذا بس اسم تعافي. لا تقلبني. اللي يختار الصناديق اليوم لبقية الفرق واضح من اللون هو الفريق الأحمر. كافئون الكسور. تحية. كافئون. دقيقة. ستة. أبو علي. ارجع. هو في النهاية هو الفريق الفارق. من قال لكم تعادلوا؟ صحيح. ليش تعادلون نحن؟ بعدين لاحظ أنا كسرت خشم مين وخد درجته. هذه ترى هي النقطة الفارقة ترى. والله أنا مدير مصنع بيضحك. لحظة، شوف أنت يا خالد، شوف يقول الجملة ذي تمشي وابلعها ونظمها. يضحك المدير، هذه المشكلة. لا اسمع، قل لا لا بس اذكر الله. دقيقة، ليش يضحك؟ دقيقة، لما يقول لك هذا المفروض يتمعر وجهه. يتمعر ولا ما يتمعر؟ دقيقة، يتمعر ولا ما يتمعر؟ يتمعر. خلاص يتمعر. خلاص هاني احترم نفسك يا هاني. خلاص لا ترضى. يلا هاني اختار صندوق الفريق الازرق. تعال يا يوسف، تعال يا يوسف، تعال تعال. اي يلا. والله اني اشم المنتجات هنا بثلاثة. اي والله اني اشمها في ثلاثة. اقول لك ايه، بدون زغلطة. جبل الصندوق. والله اني اشمها في ثلاثة. بالله افتح هنا يا صالح، خذها مني. لا والله ان شاء الله. لا ان شاء الله انها في ثلاثة ان شاء الله. يلا طيب، خذ واحد مننا وما بيتكلم بدون ردة فعل. بسم الله. بدون رياكشن. ارجع دقيقة. انا اديك. خلنا نشوف معك يا شيخ. اول مرة واحدة صلوح انسوي. بدون رياكشن. اصبر بنضحك. اصبر احنا الحين بنسوي تغيير. تحدي بدون رياكشن. تعال يا سامي. سامي تحدي. تحدي بدون رياكشن. اعرف لكن لا تعمل رياكشن. لا وخر بدون رياكشن. تعال يا وليد. تعال تعال، مسموح لكم الاثنين بس بدون رياكشن. بيزلطونك انت. يلا بدون رياكشن. وجهك بارد. ايه يلا دقيقة. بارد. ابو عمر وش فيك؟ بطل زين. بدون رياكشن. يا الله وراك. خلي هاني يختار. والله هذا حظ كذا. ما ادري جاني شو. والله ابو علي، والله كذا يدك مقري عليها. والله شوف، دقيقه انا ما اجاوب على مسابقه الا اختار هنا. تفضل. يختار غيري؟ لا. اي والله. بعدين من اللي يختار؟ اقل قام وجيب واحد غير هاني. يعني يكفي هاني بعد. اخوان هذه اسس المنافسه يا اخوان. بلا اسس، بلا هم، قال اسس ما اسس. اسس المنافسه. صالح الاسبوع هذا انا قاعد اسدد فواتير الاسبوع الماضي. يلا باذن الله. يلا نقفل المونيتور. تخدمني يا كابتن، تقفل المونيتور. يلا نلعب بتكتيك معين. قفل المونيتور يا جماعه الخير. يا جماعه الخير، الان بتطلع لكم الصوره، صوره المنتجات. يا ابو عمر ووليد روحوا يساركم شويه بس. يلا الان تطلع لكم صور المنتجات في المونيتور طافي. يلا تفضل يا كابتن. صور المنتجات طبعا فيها بالموجب والسالب. هذه فرصه لكم لتضحكوا، لتستمتعوا، لتنبسطوا على اختيارات الفريق الازرق. يا اهلا وسهلا. كم تتوقعون تجيبون يا ابو عمر ووليد؟ فوق ال50 ان شاء الله. فوق ال50؟ ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. قابلني في اللفه ان شاء الله. ها؟ فوق ال50؟ هذا مدير. المفروض ما تحطونه. لا انت محايد. من حقي شو اسمه؟ من حقي ايش يسمونها؟ استفزك. لا مو استفز الابداع اللي فيك. هذا مو باستفزاز. طيب شغل مونيتور. بسم الله. يلا. طيب. ايوه بس سؤال، انا اللي اقول لهم السؤال.
طيب اشتغل ايوه طيب يلا اختاروا اول شيء اختاروا يلا حنبدا من المفتاح يلا مفتاح المفتاح يلا بسم الله شباب المفتاح طيب شيلها مواليد باذن الله فالك البيرة السؤال يقول ما عليه طبعا خيار صالح لو سمحت صالح نشتغل ولا نسمع يا ولد بس نسمع السواليف بس يا ولد ايش واقف النصف ماذا يسمى السؤال النصف الغير ممتلئ من الكأس يسمى فارغ 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 نعم قلت فارغ ها نعم طيب انت حمل اجابتك انت حمل اجابتك اجابه صحيحه نعم عاد بقى الجمهور راح يضحك في تويتر طيب اعطونا اللوحه خلينا نشوف ايش يختارون اهم شيء احنا نجاوب يلا ما عليك يا وليد العب اللوحه بسم الله يلا يلا عندكم باقي عطنا الباب لو تكرمت لا كذا هذه وشو ما في باب ستة هذا ستة رقم ستة رقم ستة جنب الآلة الحاسبة الجوال جوال رقم جوال. ستة جوال ايه يلا عطونا الجوال طيب السؤال يقول عطنا السؤال السؤال يقول عطنا السؤال وانا ما هو الظفر الأبطأ نموا بين أصابع يديك ايش ما هو الظفر الأبطأ نموا بين أصابع يديك الظفر الأظافر أبطأ واحد ينمو والله أنا كلها عندي ما تطلع بصراحة أعطني إجابة في وقت ولا ما في وقت الوقت الوقت الإبهام الإبهام إجابة أخيرة ثبت نعم إجابة أخيرة ثبت طيب للأسف يا شباب بالله تكفى إذا في وقت أعطونا إياه نعتمد ها نعتمد خلاص طيب الإجابة للأسف خاطئة لو أنك قلت البنصر لكن صحيحة بالإبهام ألو طيب برافو برافو أعطونا لوحة اللوحة اللوحة يا جدعان يلا اختاروا المضرب مع الكرة اخترت واحد وستة المضرب مع الكرة آخر واحد اللي هو رقم كم؟ عشرة السؤال يقول السؤال يقول ما هو الكوكب الذي يرى في الليل والنهار؟ قدك في الليل تشوفه قدك في النهار تشوفه هذا الكوكب اللي في الخارج ايوه ها الوقت يا ترى انا ما اسمع الوقت ها طيب لو جاوبنا وطلعت اجابتنا صحيحه تطلع صحيحه انا لان القمر نشوفه في النهار ونشوفه في الليل اللي هو القمر القمر نعم القمر يا قمر اخر فرصه ثبتنا على القمر الاجابه للأسف تضحك ها؟ الإجابة للأسف خاطئة ما قد شفته بالنهار؟ والله ما كل واحد يتكلم عن نفسه صحيح والله أنا أتكلم جد والله لا لا القمر نشوفه بالنهار أنت تشوفه بالنهار بسم الله عليك عيونك قوية القمر ليس كوكب صحيح نجم لا كوكب الشمس نجم اقسم عليه اقسم عليه الشمس نجم القمر طيب الإجابة هي كوكب الأرض معليش معليش والمشكلة لو تدرون كم فيها درجة دي دقيقة عطنا اللوحة يا كابتن انت تشوف كوكب الأرض في الليل والنهار؟ نعم وانت من جوا الكوكب؟ ايوه كيف تمشي اذا تجي في الطيارة كيف تشوف كيف تمشي اذا ما تشوفه؟ في الطيارة يا اخي اختار اختار شوف اعطيك شلون وريد تبغى تشوفه شلون؟ ايوه روح حي النسيم بعد شوي بعيد زين ايوه وشوف كوكب طل كذا طل بسرعة تشوفه اختاروا يا فلة اختاروا يلا بسم الله دباسه صفراء لو سمحت دباسه صفراء اعطونا الدباسه الصفراء عمر طلع لك عرف من ورا يلا السؤال يقول سؤال اول من اسم من رجال ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه اجابه صحيحه احنا بس عشان ما نكتم العلم ليس الا يعني تحيه طيب سوي اي شيء لا بالله بعدين راجع كوكب الارض بالله معليش احنا ما نقدر نشوف كوكب الارض ونحن عايشين جوا كوكب الارض انت دالحين انت دالحين بالمنطق انت وانت الحين ماشي في الليل تشوف مكان رجليك هذا اللي تمشي عليه اسمه كوكب الارض لو سمحت يا اخي العمال اللي يلبسون الفنايل لا يحطون مناديل وينسونها اي والله يعني بالذات المناديل طيب اخر 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 اختيار اخر اختيار يا الفريق الازرق يا الازرقاني اللون ما هو طلعونا يلا طلعونا الكابتن يعني اختارنا احنا ما نشوف يلا السؤال يقول
او اللي اختاروا لنا اول شيء. يلا الكرسي الاحمر ده، خذ الدباسة. الكرسي الاحمر ده رقم كم هو؟ 7. طيب السؤال يقول رجاء هذا السؤال يحتاج الى تركيز. صحيح صحيح، احنا اذا جينا نركز نسوي كذا. اذكر اذكر ثلاث اكلات ايوه رمضانيه سمبوسه في السعوديه. سمبوسه شعيريه، سمبوسه شعيريه، لقيمات، شوربه، مكرونه. تمام، باقي عندي واحده ما قلتوها. قلنا اربعه، باقي عندي واحده ما قلتوها. فول وتميس، كبسه، سحور. سحور انتهى الوقت وللاسف. نحسبها لكم يلا، عشاني احبكم، عشاني احبكم. الله يحبك يا عم صالح. صراحه كوكب الارض تنرفز. طيب والله هو كذا النظام. كذا النظام. شوف ها، طيب اول شيء اخترت المفتاح. ايش اول شيء اخترت المفتاح؟ نعم. صح ولا لا؟ انتهت. وكانت الاجابه صحيحه. وكم كان في المفتاح؟ سالب 10. نجوته ما شاء الله. تمام، سالب 10. كيف نجوته؟ اه صح، اي والله. يا اي والله انكم ناقص 10. ايوه الله. طيب الجوال كانت الاجابه صحيحه. زائد 20 ان شاء الله. وكانت برضه لا زائد ناقص 10. قل له والله العظيم. لا يعني الحين قدكم ناقصين كم؟ 20. ناقص 20 يا صالح. لما يقول لك قول والله يعني كذب. انت كذب يعني. لا لا هو من الفجعه، من الفجعه. لا لا من الفجعه. رجان قل له يحسن اسلوبه. خل 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 انت قاعد ترى. انت امشي مع، امشي انت، ما انت بيبوه هنا في المصنع. انت مع العيال ولا باب الدار؟ امشي مع العيال العظيم يا المضرب. المضرب فكركم ان الاجابه صحيحه؟ خاطئه خاطئه. ولكن قلت قلت كره ارضيه صح؟ ولكن ولكن كم كان فيها؟ اه والله انها زائد 20. شفت؟ اذا حبايب صف الله صف الله صف الله صف الله صف الله صف الله. الله ينكب عدوك انت. خليني يا كابتن. زايد 10. زايد 10 يقول لا يا اخي فرحتونا وكذا. لا يا اخي اخر شيء. طيب اقول قبل الاخير الدباسه اجابه صحيحه وزايد 20. يعني يعني ايش؟ يعني 10. لا كيف؟ صفر. 2 سالب 10 و طيب 10 يعني لهم 10. يعني لهم الكرسي اخر شيء. يا زائد يا ناقص. اثنتين باقي ولا واحدة؟ لا ناقص. واحدة بس، واحدة بس. زائد 20 ده الحين انتم صفر صح؟ الكرسي بقول لكم اياه 20 بس ناقص ولا زائد؟ زائد. اتحداك اتحداك انها ناقص. والله هذا يقول اتحداك انها زائد. هذا تقول انا اقول ناقص يا صاحبي. زائد زائد نعم. متحدون يا كابتن. وعلى ما في خيرك اركب يا صاحبي. بس شوف ما في ناقص 20؟ خلينا ننتقم. ما محطوط علي تكفى حطوها ناقص 20 لان بدوا يتحدوني. طيب اقول لك بنشاور الجماعه ونقول لكم بعدين. شاور الجماعه. وزايد 20 تستاهلون. نشوف اللوحه مع بعض. يلا بسم الله. هات اللوحه يا كوتش. تستاهلون تستاهلون يا صالح. بالله كلم المعد بعدين قول له كيف نشوف كوكب الارض. يلا هذه الدرجات زي ما انتم شايفين واضحه وصريحه. ابد شبع عليها كل ما فيها واضح. طيب الارض الارض عطنا درجتها الارض كذا بسم الله. أديا كذا حصلتم على فريق 20. على فريق 20 على 20. طيب الاستاذ الفاضل استاذ هاني مقبل.